من القمح او صنف جديد من القمح، ده لاول مره عندنا، ده اللي احنا بنجربه سخ 95 ده لاول مره بنجربه. احنا عندنا حوالي 15 صنف من القمح، كل دائما مع تغير الظروف المناخيه ومع تغير استهلاك الصنف، فبتحتاج ان انت تجيب صنف جديد يبقى قوي. فدائما بندعم. احنا كنا الاول مثلا الانتاجيه كنت بتتكلم في، لو انت رجعت 5 سنين ورا او 6 سنين كنت تلاقي انتاج الفدان في الاول حوالي 10 ارداب او 12 ارداب. احنا المتوسط العام حاليا 18 ارداب. لكن في محاصيل جديد ولا جديد اكتر؟ لا الجديد، في محاصيل بقى في اطار الحقول الارشاديه وفي اطار الاصناف الجديده احنا بنصل الى 25 و26 و27، وفي ناس جابت 30. فتخيل يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الفجوه اللي احنا فيها في مساله القمح، بخلاف زياده التوسع الافقي وزياده المساحه المحصوليه، لو انت قدرت تزود انتاجيه الفدان 2 ارداب، في احنا عندنا مساحه حوالي 3.4 مليون فدان، يعني هتجيب لك حوالي مثلا ايه يعني 6 يعني 3 مليون في حوالي 7 مليون ارداب، يعني حوالي 1 مليون طن. يعني كانك اضفت كانك اضفت مساحه زراعيه جديده اكتر من 300 او 350 الف فدان. فهي مساله رفع الانتاجيه واستنباط الاصناف الجديده وكمان مبكره النمو. مبكره النمو دي بتعمل ايه؟ اولا بتوفر ري، والحاجه الثانيه انها بتدي لك فرصه تزرع محصول اضافي. يمكن انت في فتره من الفترات كنا بنشوف مثلا القطن كنا بنزرعه، ويمكن الحاج عفيف يشرح الحته دي كمان اكتر مني. كنا بنزرع القطن مثلا في اواخر شهر 2، وبالتالي كنت انت عشان تزرع القطن ما كنتش تقدر تزرع قبله قمح ولا برسيم. كنت بتزرع برسيم صعيدي او برسيم بيسموه برسيم فحل. فبتجيب منه حشه واحده. لكن دلوقتي انت قدرت تعمل محصول برضه القطن مبكر النمو وتزرع القمح مبكر النمو، فاحنا دلوقتي بقينا بنستخدم محصول اضافي. القطن دلوقتي بنزرعه في شهر نص 4، وبالتالي قدرت ممكن تزرع القطن بعد القمح، وبالتالي